إذا نكمل بالنسبة للمعادلة التفاضلية. بالنسبة للمعادلة التفاضلية النظامين، يعني النظام شبه دوري والنظام الدوري، صافقين. إذا النظام شبه دوري هو اللي كتكون فيه ضرائب غير سي، إذا غادي نديرو المعادلة التفاضلية للتوتر أو سي، التوتر أو سي يعني في الضرائب غير سي، ضرائب غير سي يعني في النظام شبه الدوري اللي فيه ذبذبات مخ ماذا مزيان. اذا الضاره ديالي هي هذه، خصنا اول حاجه بعدا نرسمو الضاره هي الاولى. شنو عندي في الضاره الكهربائيه؟ عندي واحد المكتف سي، عندي واحد الوشيعة، عندي واحد الموصل اومي، عنده واحد المقاومة اغ بريم، صافقين. وعندي واحد الوشيعة ال، انا معامل تحريضو ومقاومة ديالها اغ، وعندي مكتف. اذا باش نحطو المعادلة التفاضلية للتوتر او سي، ونحطو هاد المعادلة خصنا بعدا اولا نرسمو التوترات. من حد التيار عندي هو هنا، من حد التيار عادي ما كناخدو بحال هاد الشكل، صافي كناخدو في هاد المنحة هذا. يعني التيار اللي كان عندي في منحة ديال الشحن هو اللي كناخدو في نظرية التفريغ، كناخدو نفس التيار باش ما يكونوش عندنا مشاكل فقط في الحساب وصافي. دونك هنا التوتر كيفاش غادي يكون؟ التوتر او سي، التوتر او سي غادي يكون عكس منحة ديال التوتر، عكس منحة ديال التيار. علاش؟ لان قلنا المكتف الوشيع والموصل الأومي مستقبلات، التوتر كيكون عكس منحة ديال التيار. نفس الشيء هنا، التيار غادي يكمل طريقه في هاد المنحة، دونك التوتر او ار هذا هو التوتر او ار، وهذا هو اش التوتر او ال، حتى هو غادي يكون عنده نفس المنحة لان التيار كيمشي في هاد المنحة. اذا التوتر او ال حتى هو غادي يكون عكس منحة ديال التيار. إذا بدنا نحطو قانون إضافية التوترات، أول حاجة كنبداو فيها دائما معادلة تفاضلية اللي عقلتو، قانون إضافية التوترات، مزيان. إذا حسب قانون إضافية التوترات، حسب قانون إضافية التوترات، أشنو عندي؟ دونك لاحظ معايا، عندنا أو إل زائد أو إر زائد أو سي كيساوي صفر. عندنا او ال زائد او ار زائد او سي كيساوي صفر. علاش؟ عندك لاحظ او ال او ار عندهم نفس المنحة، متفقين، و او سي كيدير تا هو عندو نفس المنحة معاهم، متفقين. اذا الا باغي تفهم نتايا كيفاش كنحطو هاد او ار زائد او ار كتساوي صفر، غناخد نعاود نرسم نفس الدارة ولكن نرسمها بطريقة اخرى. شوف شنو غندير، انا غنرسم المكتف هو الاول، غنرسم المقاومة هو الموصل الاومي، ورسم المكتف غادي نجري على المكتف غادي نجرو لهنا، ما يتغير والو. دونك او ال هو هذا، او ار هو هذا، و او سي هو هذا. غتقولي علاش او سي المنحة ديالو تقلب هنايا؟ كان هنا طالع لفوق، هنا او سي انت كتبعي من حد التيار، ما يهمكش واش او سي سيرو تقلب ولا ما تقلبش، كيهمك انت من حد التيار. واش من حد التيار ديال التوتر واش هو عكس من حد ديال التيار؟ صافي صلى على النبي. دونك عندك او سي بما انه بما ان المكتف يعني مستقبل، وهذا مستقبل وهذا مستقبل، في الاصطلاح مستقبل دائما التوترات كرسم يكونوا عكس من حد التيار، من حد التوتر يكون عكس من حد التيار. اذا خصك تركز على لي باس الكهربائي، هي لي باس ماشي مسألة الا كان هنا مقلوب هنا مقلوب هنا، صافقين. اذا هنا مقلوب، هنا راه ماشي مقلوب، هو راه نفس الملحه، صافقين. راه هادو كاملين عندهم نفس الملحه، صافقين. اذا هنايا عندي هادي، ناخذ هنا واحد النقطه او هنا واحد النقطه، النقطه بي، عندك هنايا التوتر بي نحو أ. او بي ا، صافقين. التوتر هو او بي ا، اذا ما بانش هنايا ما بانش مزيان. هاد التوتر هو او بي ا، اش كيساوي هاد او بي ا؟ لاحظ معايا هاد او بي ا، هاد او بي ا، التوتر او بي ا كيمشي من ا نحو بي ا. او بي ا اش كيساوي؟ كيساوي او ال زائد او ار زائد او سي. التوتر او ال زائد او ار زائد او سي، صافقين، كيساوي هادو كاملين.
U L زائد U R زائد U C، هذا هو قانون إضافية التوترات. ولاحظ شنو كاين في الجهة الأخرى ديال U B A، شنو كاين في الجهة الأخرى هذه؟ إذا في هذه الجهة إذا شفنا U B A من هذه الجهة راه كيساوي هو U L زائد U R زائد U C، ولا شفتيه من هذا يعني من هذا لوطخ كوتي من هذه الجهة الأخرى راه كيساوي الصفر، التوتر بينما البيضاء سلك كيساوي الصفر. إذا هذا هو قانون إضافية التوترات، من هنا منين جا؟ إذا اش كنقولو لدينا U L زائد U R زائد U C كيساوي صفر، لأن التوتر بينما البيضاء سلك راه صفر. إذا U A بين واحد الجهة كيساوي مجموع التوترات اللي كاين على اليمين، ومن الجهة الأخرى كيساوي الصفر، يعني أن هادو U L زائد U R، غنعاود نحاول نعاود نكتب كبير شوية، نكتب بانت ليا صغيرة، U C كتساوي صفر. مزيان، إذا حنا أش بغينا؟ بغينا المعادلة الطفولية ديال من؟ ديال هذا ديال او سي، متفقين؟ اذا هاد او سي ما غاديش نقيسو، غادي نخليه هو هو، غادي نحاول هاد او ار و او ال نصرفهم بدلالات او سي. مزيان، اذا اش كنعرفو حسب قانون ام؟ اول حاجه كنبداو بهذه اللي سهله، حسب قانون ام، حسب قانون ام او ار كتساوي يا ار في في اي، كنعرفو قانون ام او ار كتساوي يا ار في اي. حنا ما عندناش ار صراحه، دونك هذا قانون أم بصفة عامة، دونك إو إغ، هنا الإغ اللي عندي هي إغ بريم، متفقين؟ نعم، عندك هاد إو إغ، شنو هو إو إغ؟ هو التوتر بين أش؟ بين مربطي الموصل، الموصل أومي، دونك هادي غادي نحيدها باش يكون يكون داكشي اللي كنديرو ناضي، كناضي، داكوغ. دونك هنا التوتر او ار، شنو هي المقاومه ديال ديال المقاومه ديال الموصل الامي؟ او ار هو التوتر بين مربط الموصل الامي، المقاومه ديال شحال هي ار بريم، دونك التوتر كيساوي هو ار بريم في اي، هو ار بريم في التوتر في التيار اللي كيمر فيه، دونك هي ار بريم، ار بريم في اي. فين مزيان، واش كيساوي اي؟ اي كيساوي هو دي كي على دي تي، هادي شفناها في الدرس ديال ثنائي القطب اي اكس سي، خصنا نكونو عارفين هاد العلاقة هادي. وعندنا اش؟ عندنا كيو، العلاقة ديال المكتف التانية هي كيو كتساوي سي او سي، دونك الا كانت كيو كتساوي سي او سي و اي كتساوي المشتقة ديال كيو، يعني ان اي كتساوي المشتقة ديال هادشي، ها هي كيو هي هادي، وعندك سي او سي كتساوي كيو، اذا بما ان هنا عندي المشتقة ديال كيو يعني المشتقة تاع ديال هادشي، اذا اش كتساوي؟ هي المشتقة ديال اش؟ دي تي تي بالنسبة للزمن ديال سي او سي او سي. دونك انا غادي معاك دقة دقة على اساس انك ما عمرك شتي هادشي، متفقين؟ اذا هنا عندك سي او سي، او سي كنشوفو شكون هما المقادير اللي ثابتة، كنشوفو شكون هما المقادير اللي ثابتة، يعني سي سعة المكتف هي قيمة ثابتة، واضح؟ او سي قيمة ماشي ثابتة، التوتر او سي كيتغير خلال الزمن. اذا الى رجعنا للمشتقة، ناخد ورقة أخرى، إذا رجعنا للمشتقة، المشتقة هو ديال واحد الدالة ألفا إي دو إكس، المشتقة ديال هاد الدالة أش كتساوي؟ هاد المشتقة إذا كان بيناتهم عندك واحد الدالة مضروبة في واحد المعامل، واحد المعامل، المشتقة ديالهم أش كتساوي؟ هي ألفا في إي بريم دي إكس، هاديك المشتقة كتخرج. منين جاتني هادي؟ هادي اش كتساوي؟ هي المشتقة ديال الفا بريم في اي دو اكس في زائد المشتقة ديال اش؟ يلا صحاب المط، عندك هنايا زائد المشتقة ديال الفا، زائد الفا في المشتقة ديال اي بريم دو اكس، هادي المشتقة ديال هاد الثابتة صفر، وبالتالي هاد المقدار ما كنديروهش كيساوي صفر، دونك كنكتبو الفا اي بريم دي اكس، الفا اي بريم دي اكس. دونك ديما ديك المشتقة عندك واحد الدالة مضروبة في المشتقة، المشتقة ديالهم كاملين راه ديك المشتقة كتخرج ليا، متفقين؟ كنخرجوها من المشتقة. دونك شنو عندي انايا؟ عندي انايا دي ديال اش؟ دي تي ديال سي او سي، هادي هي الفا وهادي هي او دي اكس، دونك هادي بتخرج من المشتقة، ما نديرو ليها والو، تخرج شنو يبقى ليا؟ هتولي ليا هي سي دي او سي على دي دي تي، هاد دي او سي على دي تي راه هي او بريم، حنا في الماتخ نكتبوها بإي بريم، حنا في الفيزيك نكتبوها سيدي بدي دي او سي على دي تي، واضح؟ الى وحلتي في هاد القضية عاود الفيديو وعاود دير واحد، فهمتي؟ عاود رجع اللقطة باش تفهم. دونك حنايا هنايا
يعني المشتقة هي كل شيء. إذا كنت كتعرف تتعامل مع المشتقة راه تخرج المعادلة التفاضلية بسهولة، ما تلقاش مشكلة في المشتقة. دونك هنايا عندك السي هنا كتخرج لأنها ثابتة، كتبقى لي هي السي دي أو دي أو سي. دونك هادشي اللي غادي نديرو، نرجع المعادلة التفاضلية. دونك عندك هادي، دونك اش هتساوي شدة التيار شكون هو اللي كيساوي؟ هو السي دي أو سي على دي تي. ناخد هادي وهادي متافقين. دونك عندي او ال، او ال اش كيساوي؟ او ال التوتر بين مربطي، التوتر بين مربطي اش، بين مربطي هو شيعة او ال كيساوي هو ال دي اي على دي تي زائد اغ. شنو هي اغ ديال الوشيعة؟ هي اغ صغيرها اغ في اي في اي. متافقين. دونك هنا عاوتاني شنو بانت ليا؟ بانت ليا هنا واحد دي اي، ماشي مشكل غادي نرجعو ليها. دونك ناخدو قانون إضافية التوترات، هادو قانون إضافية التوترات ها هو غادي نجي نعاود نكتبو هنايا، ولكن غادي نعوض كل حاجة بقيمتها. دونك اش كتساوي او ال؟ ها هو او ال، هي ال او ال هي اللي نبدا بيها، هي ال دي اي على دي على دي تي واضح، زائد اغ في اي. هادي كاملة هي او ال زائد او اغ. اش كتساوي او اغ؟ هي اغ بريم في اي زائد اغ بريم اي مزيان زائد زائد او سي. هادشي كيساوي صفر. دونك هادشي باقي ما كتبتوش بدلالة او سي. متفقين؟ باقي صرفتو الاي ولكن باقي ما صرفتوش بدلالة او سي. اذا لم يكن صرف بدلالة او سي، بالنسبة هنا الاي يمكن لي نصرف بدلالة او سي، اي كتساوي يا سي دي او سي، هتبقى لي دي اي. عندك هنايا اش كيبان لكم؟ هنا الاي يمكن لي نكتب بدلالة سي دي او سي. متفقين؟ دونك هنا اش كتلاحظوا؟ شنو هو هنايا العامل المشترك بين هذه وهذه؟ هو اي. دونك غادي نعملو باش غادي نعملو ب اي بطبيعة الحال. اذا غادي نعملو ب اي ولا نكملو، واخا ماشي مشكل. دونك واخا نبداو بهذه هي الاولى، نبداو بهذه هي الاولى، هذه راه باينة غادي نعملو ب اي. نبداو بهاد دي اي على دي تي. اش كتساوي اي؟ عندك اي كتساوي يا سي دي او سي على دي تي. دونك شنو هي دي اي على دي تي؟ شنو هي دي اي على دي تي؟ دي اي على عندك اي كتساوي يا سي دي او سي على دي دي تي. دونك الا درتي المشتقة ديال هادي، يعني خصك دير المشتقة ديال هادي. دونك انا شنو هي دي اي على دي تي؟ هي هذا المشتقة ديال هاد الطرف، هادي المشتقة ديال هذا. متفقين؟ دونك المشتقة ديال هادي اش كتساوي؟ غادي نكتبها يا رب شوية عليا، غادي نبقى غادي معاكم هتفهموا. دونك هي سي دي او سي على دي تي. متفقين؟ دونك خرجت لي نفس اللقطه، هذه راه داله وهذه راه ثابته. دونك هاد الدال هاد الثابته غادي تخرج عاوتاني من المشتقه، غتولي لي اش دي على دي تي اش كتساوي؟ هي سي عاوتاني غتخرج. متفقين؟ دونك هنايا غتبقى لي اش هي المشتقه عاوتاني ديال المشتقه ديال او سي، يعني هي المشتقه الثانيه ديال او سي. دونك هي المشتقة الثانية ديال او سي على دي دي تي او كاري. هكا كنكتبوها. دونك سي خرجت لي لانها ثابتة، و غنديرو لي الشقاق ديال اش ديال المشتقة ديال او سي، يعني اش يعني المشتق كنشتاقو او سي جوج المرات، يعني كنشتاقو او سي يعني بوغ لا دوزيام فوا. متافقين؟ جوج المرات. دونك كيفاش كنكتبوها؟ هي دي او كاري او سي على دي تي او كاري. يعني كيفاش كنقراوها؟ يعني سي مضروب في المشتقة الثانية ديال دي ديال او سي على دي بالنسبه للزمان. متفقين؟ سي مضروبه في المشتقه الثانيه ديال او سي بالنسبه للزمان. دونك صافي لقيت او سي. دونك شنو هي المعادله التفاضليه اللي بقات عندي؟ دونك وصلنا في هذا السطر. دونك ال دي اي ال فاش نضربوها؟ نضربوها في هذه، هي في سي ال في سي في المشتقه الثانيه ديال او سي على دي تي زائد. قلنا باش غادي نعملو؟ غادي نعملو ب اي عامل ل اغ زائد اغ بريم زائد او او سي. دونك غادي نكملو. دونك هي ال ال سي في تي او كاري ل تي ديال او سي ل تي تي او كاري زائد اي. قلنا اش كتساوي اي؟ اي هي سي دي او سي ل تي تي. دونك اي هي سي دي او سي
دي تي مضروبة فاش في اغ زائد اغ بريم. اش كتساوي اغ زائد اغ بريم؟ اش كتساوي اغ زائد اغ بريم؟ كتساوي هي المقاومة المكافئة المكافئة اغ، كتساوي المقاومة المكافئة اغ، يعني مضروب هادشي مضروب في اغ. واخا نزيدوها هنايا، مقاومة اغ زائد او سي، نسينا هنا تساوي الصفر، تساوي سي صفر. اذا صافي، هذه هي المعادلة التفاضلية اللي وصلنا ليها. اذا باش تكتب المعادلة ديالك، يعني تكتبها زويونة بوكوصة، اذا شنو غادي دير؟ غتحاول ديما، كنحاولو هاد المعامل اللي كيكون حدا المشتقات ديال الاسي، كنحاولو نردو كتابي واحد، يعني ما يكون حدا المشتقات التانية ديال الاسي، ما يكون حدا والو. نعاود ديما باش تكتب المعادلة ديالك تكون كتكتبها ناضية يعني وزويونة، انك تكتب هاد المشتقة التانية ديال او سي، تكتبها المعامل ديالها اللي يكون حدا يكون كيساوي واحد، يعني ما تخلي حدا حتى حاجة. دونك باش حنا هنا يكون بلاص ال سي يكون حدانا، يكون حدا واحد، غادي نقسمو على ال سي. متفقين؟ دونك مدركمش، غنديرو ال سي، غنضربو في ال سي ونقسمو على ال سي. طبيعي الحال غادي نقسمو على ال سي، ال سي على ال سي تساوي واحد. دونك هنايا غادي نقسمو المعادلة كاملة على ال سي، المعادلة كاملة غادي نقسمو على ال سي، هي تي او كاري على او سي، تي تي او كاري. هنا قسمت على ال سي، ال سي على ال سي هي واحد، زائد شنو عندي هنا؟ عندي اغ سي، هي اغ سي مقسومة على ال سي، قسمها تالي على ال سي، دي او سي على تي تي، زائد حتى هاد او سي نقسمو على ال سي، هي واحد على ال سي، او سي كتساوي سي صفر. هنا اش كنلاحظو؟ هنا عندي سي، هنا سي غنختزلو بيها. دونك المعادلة ديالي هي هادي، على دي تي زائد اغ على ال دي او سي على دي تي، منساش انا اوكاري، زائد واحد على ال سي او سي كتساوي صفر. وبالتالي هذه هي المعادلة التفاضلية. اذا هذه هي المعادلة التفاضلية، المعادلة التفاضلية للطارة إغلسي. متفقين؟ لاحظت هاد الطارة إغلسي كتكون فيها مشتقة تانية ديال يوسي. إذا الآن غادي ندوزو للطارة أش؟ للطارة المثالية إلسي، ندوزو المعادلة التفاضلية للطارة المثالية إلسي. إذا نكمل يعني الدرس ديال الطارة إغلسي. إذا كما شفنا الطارة إغلسي، الطرائق ال سي، شفنا المعادلة التفاضلية ديالها. الآن غادي نديرو الدراسة ديال الطرائق ال سي المثالية. إذا ماذا نقصد بالطرائق ال سي المثالية؟ إذا الطرائق ال سي المثالية هي دارة، يعني هي طرائق ال سي ولكن بدون مقاومة. متفقين؟ إذا هي الطرائق ال سي اللي كانت عندي ولكن كنحيدو المقاومة. إذا شنو عندي في هاد الدارة؟ شنو يبقى لي فاش غادي نحيد المقاومة؟ غادي تكون عندي، يبقى عندي فقط المكتف لي سي على سي، حنا كنعرفو أن المكتف معندوش مقاومة، والوشيعة اللي كانت هاديك المقاومة إغ، إغ صغيرة مكتبقاش عندها، يعني كتولي عندك تا الوشيعة كنسميوها وشيعة مثالية. متفقين؟ إذا عندك هاد المكتف سي ديالو سي، وهاد الوشيعة عندها واحد معامل تحريض إل، وهاد الوشيعة بدون مقاومة. إذا مشاو ليا جوج الحوايج، مشات ليا المقاومة ديال الوشيعة، مشات ليا المقاومة ديال الموصل الأمي، حيدنا الموصل الأمي. متفقين؟ إذا الطرائق إل سي، قلنا في الدارة شنا هي الطرائق إل سي؟ هي طرائق إل سي ولكن بدون مقاومة. متفقين؟ اذا الدارة ال سي مثالية واش هي كاينة في الواقع؟ لا، ما كايناش في الواقع، فقط هي دارة نظرية. علاش؟ لان ما كايناش شي وشيعة بدون مقاومة، يعني واخا نختار واحد الوشيعة اللي عندها مقاومة صغيرة بزاف، ولكن ما غاديش تحيد منها المقاومة. وبالنسبة للموصل الأمي يمكن نحيدو، يمكن نحيدو بطبيعة الحال، انا نحيدو من الدارة، تبقى لي غير الوشيعة والمكتف. دونك ثم هاد الوشيعة، ثم المقاومة ديال الأسلاك. دونك واخا تحيد، نقولو قاعد يعني واخا كاع نخدمو بواحد الوشيعة اللي المعامل يعني المقاومة ديالها يعني صغيرة بزاف، غتبقى لنا المقاومة ديال الأسلاك، وبالتالي هاديك الطاقة المخزونة في المكتف اللي هيعطي الوشيعة غادي تضيع ليا مفعول جول، يعني ضروري واحد الكمية قليلة من الطاقة تضيع ليا مفعول جول. نفس الشيء فاش غادي تعاود تعطي هاد الوشيعة هاديك الطاقة اللي خزنتها عطلتها المكتف، ضروري تضيع ليا الطاقة مفعول جول، يعني بسبب الأسلاك اللي بسبب المقاومة الموجودة في الأسلاك.
اذا ما عليناش هاد الشباكات الاضافه. اذا دابا غادي نديرو الدراسه ديال هاد الدارة هادي، خاصنا يعني مطلوب توترات على هاد الدارة. اذا اولا غادي نختار منحة ديال التيار الكهربائي في هاد المنحة، متفقين؟ المنحة ديال التيار هو كيرسموه لك، يعني ما عندكش باش تخاف الا ما رسموهش، كترسمو في واحد المنحة، متفقين؟ دونك هنا بالنسبة للمكتف والوتيرات كنعرفو هما عبارة عن مستقبلات. اذا في الاصطلاح المستقبل كيفاش كنمثلو التيار الكهربائي؟ في الاصطلاح المستقبل دائما بالنسبة للمستقبلات التوتر الكهربائي، عفوا ماشي التيار، التوتر الكهربائي كيكون عكس منحة التيار بالنسبة للمستقبلات. دونك في الاصطلاح المستقبل التوتر ديال مربطي هذا المكتف، يعني التوتر بين مربطيه، كيكون عكس منحة التيار. نفس الشيء غادي نكملو منحة ديال التيار، منحة ديال التيار غادي يمشي في هذه المنحة، دونك الوشيعة كما قلنا هي غادي يكون منحة ديال التوتر عكس منحة ديال التيار. التيار نازل لتحت بطبيعة الحال، هنايا يو ال غادي يكون التوتر بين مربطيه عكس منحة التيار. دونك عندنا يو سي كيساوي ناقص يو ال، عفوا عندنا يو سي كيساوي ناقص يو ال، يعني يو سي زائد يو ال كتساوي صفر. يو سي زائد يو ال كتساوي صفر. دونك هادشي شرحته في الفيديو الاولاني كيفاش كنديرو التوترات. بقينا عندك هنا او سي زائد او كيساوي صفر. دونك حنا شنو بغينا؟ بغينا المعادلة التفاضلية ديال او سي، بقينا المعادلة التفاضلية ديال او سي. دونك نعرفو ان او سي، دونك هاد المعادلة غادي يكون فيها او سي، دونك يعني او سي اش ما خصناش نقيسه، او سي ما غاديش يتقص. دونك غادي نحاول هاد او ال نصرفو على شي حاجة بدلالة او سي. دونك اش كنعرفو شنو هو التعبير ديال او ال؟ كنعرفو ان او ال كتساوي هي ال ال تي اي على دي تي بلس اغ دي اي. اذا قلنا بما ان اخترنا الوشيعة بدون مقاومة، يعني في ضرائب السيمترية، يعني ان اغ صفر ما كايناش. دونك او ال في هذه الحالة راه كيساوي هو ال تي اي فقط على دي تي، صافي. دونك باقي ما صرفناش شي حاجة بدلالة او سي. دونك شنو غادي ندير؟ واش كنعرف عندنا اي كتساوي هي دي كيو على دي تي. هاد العلاقة شفناها في الدرس الأول، صافقين؟ هاد العلاقة شفناها في الدرس ديال إيغ سي. وعندنا كو كتساوي سي أو سي، صافقين؟ دونك جوج هاد العلاقات شفناهم في الدرس. هاد العلاقات كيعطيوني واحد العلاقة، دونك عندك إي كتساوي دي كو على دي تي، وكي كتساوي سي أو سي. دونك يعني أش يعني أن إي أش كتساوي هي دي كو على دي تي، عاود تكتبتها دي نيت، كتساويها هي المشتقة ديال كيو، واش كتساوي كي؟ دونك اي كتساوي هي المشتقة ديال كيو، واش كتساوي كي؟ كتساوي هي سي سي او سي. دونك غادي نعوض كي، غنعوض هادي بهادي، لان هادي كتساوي هادي. دونك هي دي على دي تي ديال سي او سي، متفقين؟ دونك هادشي راه هضرناه في الفيديو اللي فات، كنعاودو بالنسبة للناس اللي ما كانوش معنا من الاول. دونك عندك هنا سي او سي، هذا عدد ثابت، بما انه عدد ثابت وهو داخل هذا المشتق غادي يخرج سي عدد المكتف، هي يعني واحد العدد اللي هو ثابت، واحد المقدار اللي هو ثابت. دونك غادي نخرج من المشتق، غتولي هي سي، غتبقى شكون غيبقى في المشتق؟ دونك هو او سي هو اللي يبقى بوحدو. دونك هي سي دي او سي على دي تي. دونك ديما خصك تكون حافظ هاد العلاقة هادي، وهاد العلاقة هادي من العلاقات المهمين باش تعطيك هاد العلاقة هادي اي سي دي او سي على دي تي. دونك غادي دونك اش كتساوي؟ قلنا هي سي دي او سي على دي تي. يعني دونك انا باقي شنو عندي؟ انا عندي ال دي اي على دي تي، ما عنديش اي. دونك عاود ثاني خاصني ندير، خاصني نعاود نشتق. انا عندي ماشي عندي، عندنا ال دي اي على دي تي. دونك اي كتساوي سي دي او سي على دي تي، شنو اش كتساوي اي؟ اذا اي الا كانت كتساوي سي دي او سي على دي تي، شنو كتعطيني دي اي على دي تي؟ يعني درتي الاشتقاق ديال هذا المقدار، غادي دير الاشتقاق ديال هذا المقدار. دونك هي، دونك شنو هو الاشتقاق ديال دي على دي تي؟ كنكتبها بحال هكا، وكنفتح القوس كنكتب هادشي كامل لداخل، كنكتبو داخل المشتقة، يعني ببساطة، متفقين؟ دونك شنو درت؟ هنا عندنا اي كتساوي سي دي او سي على دي تي. انا بغيت ندير المشتقة ديال هادي، يعني حتى هاد الطرف هاد الجهة الاخرى خصني ندير لها مشتقة. دونك دي على دي تي يعني اش؟ يعني ان هي المشتقة ديالاش ديال هادشي هذا كامل، متفقين؟ دونك بما ان هادي، بما ان عاوتاني السي ثابتة، غادي تخرج ليا من المشتقة ديما هاد السي، يعني ديما كتخرج ليا من المشتقة ديما هي مثل الكراسة.
دونك هي تخرج من المشتقة. شنو غتبقى ليا هي السي، شكون كيبقى حاصل داخل المشتقة دائما هو الاو سي. دونك هي دونك هنا شنو عندي، هنا المشتقات، المشتقة ديال اس يعني اش، يعني المشتقة الثانية، يعني شتقينا او سي جوج المرات، دونك هي المشتقة الثانية ديال او سي على دي تي او كار. مزيان، دابا لقيت دي اي على دي تي، دونك غادي نجي نعوض في المعادلة التفاضلية. دونك اش قلنا، اش كيساوي او سي؟ اش كيساوي، اش كتعتبر المعادلة التفاضلية؟ المعادلة التفاضلية هي هادي، دونك غادي نجي نعاود نكتبها هنايا. متفقين؟ دونك هي او سي زائد او سي زائد او ال. اش كيساوي او ال؟ او ال قلنا هو ال دي اي على دي تي، دونك هي ال دي اي على دي تي كتساوي صفر. واش كتساوي دي اي على دي تي؟ دي اي على دي تي كتساوي هي سي دي او كاري، سي دي او كاري او سي على دي تي، هي المشتقة التانية لو سي على دي على دي تي. دونك المعادلة تاخد شنو غتولي؟ غتولي هي ال في سي، متفقين؟ هي ال في سي المشتقة التانية ديال او سي، المشتقة التانية ديال او سي على دي تي او كاري كتساوي سي الصفر. اذا هذه هي التي مازال ما كملناش المعادلة التفاضلية. اذا اش قلنا في الفقرة السابقة، قلنا ان دائما في هذه المعادلة التفاضلية ديما داك المعامل اللي حدا او سي كارطو كيساوي واحد، يعني المعامل اللي حدا المشتقة الثانية ديال او سي كارطو كيساوي واحد، يعني اش، يعني المشتقة الثانية ديال او سي خص يبقى حداها والو. دونك باش نسامبلي في انايا بهاد ال سي باش نختزل به، شنو غادي ندير؟ غادي نقسم المعادلة كاملة على ال سي. متفقين؟ دونك ديما هاد المعامل اللي كيكون حدا المشتقة الثانية في المعادلة ديال اي غي ال سي، متفقين؟ في اي غي ال سي راه كيكون كيساوي واحد. يعني شنو غندير؟ هي دي او سي على دي تي، نمشي دقة دقة، هذا غادي نقسم هذا على ال سي، هي ال سي على ال سي زائد، وهاد او سي شنو غنديرو؟ هي واحد على ال سي في او سي كتساوي صفر. شنو غتولي ليا؟ دونك هي واحد، واحد ال سي على ال سي عطاتني واحد، متفقين؟ زائد واحد على ال سي، دونك هي عطاتني واحد، هي المشتقة التانية ديال او سي على دي تي كاري زائد واحد على ال سي دي او سي على دي تي كتساوي صفر. اذا هذه هي المعادلة التفاضلية ديال الدارة المثالية ال سي، متفقين؟ دونك هذه المعادلة التفاضلية ديال الدارة المثالية ال سي اش كتساوي؟ هي دي او كاري على دي على او سي دي تي او كاري، يعني هي المشتقة التانية ديال او سي بالنسبة للزمن زائد واحد على ال سي ديال دي او سي على دي تي كتساوي صفر. دونك هاد جوج معادلات خاصك تكون حافظهم، ماشي كنقول لك حافظهم، ولكن المهم خاصك تكون عاقل عليهم باش تعرف الفرق بيناتهم وبين المعادلة ديال الطرائق غير سي. دونك شنو عندي هنا؟ عندي هنايا هاد المعادلة التفاضلية ديال الطرائق ال سي المثالية. هاد المعادلة التفاضل، هاد المعادلة التفاضلية اللي شفنا في الفقرة السابقة هي المعادلة، هي المعادلة التفاضلية للطرائق غير ال سي. اش كنلاحظو؟ هي درتي واحد المقارنة يعني خفيفة ظريفة بين جوج معادلات، عندك شنو هما المقادير اللي كيتعاودو؟ لاحظ هاد المعادلات تقريبا بحال بحال، كيختلفوا فقط في مقدار، في مقدار واحد، كيختلفوا في مقدار واحد. اذا غنخليكم تشوفوا نتوما مزيان وتعرفوا شنو هو هذا المقدار فاش كيختلف. غلط واحد الغلط ما عطيتش البال هنايا في هذه المعادله، دونك هنايا خاصني شي بلونكو، ما عليناش. هنا هذه المعادله هنايا عندنا غير يو سي، دونك هذه غادي نحيد هاد دي تي. دونك شنو عندي في هذه المعادله التفاضليه؟ واحد على ال سي يو سي كتساوي سي صفر. نعاود نكتبها هنايا مزيان، هي دو او سي على دي تي او كاري زائد واحد على ال سي يو سي كتساوي سي صفر. دونك إلا درتي واحد المقارنة بين المعادلة التفاضلية للدارة ال سي المثالية وبين المعادلة التفاضلية ديال الدارة اغيل اغيل سي، شنو كتلاحظ؟ هاد المقدار عندي هنايا وعندي هنايا، مزيان. هاد المقدار عندي بالدارة ال معادلة التفاضلية للدارة ال سي المثالية وعندي هنايا، مزيان. شنو هو المقدار اللي زايد؟ المقدار اللي زايد هو اللي عند اغيل سي، هاد المقدار هو اغ على ال دي او سي على دي تي. اذا شنو هو الفرق؟ قلنا هاد الدارة المثالية اش كنحيدو فيها؟ كنحيدو فيها المقاومة، هاد الدارة كنخليو فيها المقاومة. دونك شكون هو المقدار اللي كيتسبب ليا في الخمود؟
قلنا الخمود هو تناقص الوسع في الدارة المثالية ال سي. كيفاش كيكون المنحنى ديالها في الدارة المثالية ال سي؟ المنحنى كيكون هكا بحال هكا جيبي، مكيكونش الخمود ديال او سي بطبيعة الحال. بالنسبة للدارة اغيل سي المثالية اغيل سي ماشي المثالية، الوسع كيتناقص مع الزمن حتى كينعاد. متفقين؟ اذا انا كنقولو خد خمود تذبذبات، هنا كنقولو خمود تذبذبات، هنا ما عندناش خمود تذبذبات. اذا شكون هو المقدار اللي كيتسبب لي في خمود التذبذبات؟ هو هذا المقدار هذا. متفقين؟ هو اغ على ال. علاش؟ علاش؟ حيت فيه المقاومة. متفقين؟ دونك هنايا هذا المقدار كيتسبب لي يعني في خمود التذبذبات، وبالتالي ضياع الطاقة مفعول جو. دابا غندوزو للفقرة الجاية ان شاء الله، سواء نكملها في هذا الفيديو ولا نديرها ان شاء الله في البارتي 3 ديال الفيديو ديال هذا الدرس ان شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد المعادلة التفاضلية ديال هاد الدرس. دونك راه ماشي شي حاجة. متفقين؟ دونك حنايا بالنسبة لهاد الدرس، بالنسبة لهاد الدرائر غير السيميت الدرس ديال ذبذبات الحرف درائر غير السيميت اللي هي متوالية، اللي كيهمني هو كيفاش نلقى المعادلة التفاضلية والحل ديال المعادلة التفاضلية يعني ديال الدرائر المثالية. متفقين؟ هي اللي كنخدمو بيها بزاف. دونك اي غير سي الى طلب منك غادي يطلب منك يعني المعادله التفاضليه. صافي؟ دونك كنخدمو بزاف الدرائر سي المثاليه. دونك في الفقره الجايه شنو غادي ندير؟ غادي نحاول غادي نحطو الحل ديال المعادله التفاضليه اللي كيتكتب على شكل ماذا؟ يو سي دو تي كيساوي يو ام كوسينوس ديال دو بي على تي زيرو فوا تي زائد. اذا كما شفنا في الدرس ديال اغ سي و اغ ال، الحل ديال المعادله التفاضليه كان كيتكتب بواحد الطريقه في شكل. متفقين؟ في هذا الدرس عندنا الحل كيتكتب بطريقه اخرى على شكل داله جيبيه. متفقين؟ شنو هي الداله الجيبيه؟ الداله الجيبيه هي الداله اللي كيكون فيها كوسينوس و سينوس. الداله الجيبيه هي كتكون بهذا الشكل، هتكون قرصه في الدوره المثلثيه واقيلا في السيزيام. دونك الداله الجيبيه هي اللي كيكون فيها كوسينوس و سينوس. هاد الدوال كيتسموا دوال جيبيه، كيكون عندهم هذا المنحنى بالضبط. متفقين؟ هنايا الى لاحظتوا هذا الحل ديال المعادله التفاضليه، هاد او سي كيفاش كتبتها؟ كتبتها مينوسكول. هاد او ام كتبتها ماجوسكول. دونك هاد او سي كنكتبها مينوسكول، علاش؟ لانها متغيره. او سي كيتغير خلال الزمان، يعني بدلاله الزمان. او سي كيتغير بدلاله الزمان. هنايا او ام كتبتها ماجوسكول، علاش؟ حيت او ام قيمه ثابته. فين هي او ام؟ هي هادي عندك، هادي هي او ام. يلا نخليكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وهنشرحوا الحل ديال المعادله التفاضليه، وهنشرحوا يعني الطاقه الكهربائيه يعني الطاقه الكليه ديال الطرائق السي المثاليه والطرائق السي يعني في المتواليه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.